شوف بنتك كي ولات. انا كنقول لك من هنا شوف بنتك كي ولات حال ترى حرام عليك الام اللي كتقولي ما عندي الحم. عندها الماء في القلب الكلاوي خصها عمليه سميتو رجلين ما كتزيدش. مشاو الرجلين اللي ما هزيتها انا ولا ما ديتها للطواليت انا ولا ما مسحت لها انا ولا ما درت لها كلشي انا ما غدير حتى شي حاجه. علاش في الاخر ولا معني انني تي والديك وما هزوكش باش نهزك انايا؟ حتى عند امي ما بغاتنيش. قالت لي صاحبتي قالت لي نوره ماتت. انا صافي بقيت كنضرب في حناكي ماما كتبكي كلشي كيبكي كنصوني وكنصوني والو كتجاوب شي رده والانعاش ديك الساعه وقف القلب وقف القلب. هي ما عقلت براسها عقلت مخرجينا صافي. ملي هضرت مع صاحبتي وهي تقول لي رجعوا باتني قلت لها حلفي باقا حيه. لا انا هنا في كازا مشيت لحي الحسني كنصوب لماما تليفونها وهي تعيط ليا قلت لها واش بحيه قالت لي اه. قلت لها انا غنصوني لها وما عندي لا صول دور. قلت لها قول لها غنوصل للدار كي الويفي غنهضر معاها ابي الفيديو زعما بغيت نشوفها كتبان لي ابي الفيديو بخير وجهها كيبان زوين ما بانش ليا الضعف كله هادشي ما نكذبش عليك ما شفتوش. قلت لها عرفتي اش غديري انا راه غنجي عندك غنديك. بقيت جالسه داز داك النهار لغد ليه صافي ما حيدتش ليا من بالي. قلت غنمشي نشوفها ما نكذبش عليك ما كنتش غنجيبها. الدري في الخيريه خرجتو من الخيريه بضمان مني ما كانوش غيعطيوه لينا كانت غتكتب بها تقرير بان صحتها ماشي ديال تقابل الدري. قلت لها اختي انا اللي غنشدو راه عندي وليد وكنعيش مع ولدي. قلت لها راه كبروا بجوج راه كابرين بجوج راه كيعرفوا بعضياتهم. قلت لها غندي مع ولدي. مشيت للمحكمه واحد الرئيس بغى ربي يسهل عليه مسكينه هبط من البيرو ديالو وشافها وقال لها بالنسبه للحاله ديالك انا غنصيفط لك. شكون هو داك اللي صيفط لنا؟ رئيس الدائره. جاو عندنا تال تمايا ما بغاوش يعطيوها في الخيريه ما بغاوش يعطيوها الدري ما بغاوش والو داك ديال صافي شدو عندهم ما بغاوش يعطيونا الدري. قالت لك لا خصو يكون بالقانون. قلت لها اختي غندير كاع القانون اللي بغيتو ندي الدري اليوم حيت ما عندي فين نبات. قلت لها ما عندي فين نبات في العريش. تخيلي زيتها من طنجه في الكار مشينا لعتكرفسات واحد تكرفيصه ربي اللي عالم. زيتها مشينا للعريش صبح علينا الحال والشمس شمس 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 عطاونا كروسه هزيتها فيها ديتها نيت المحكمه صافي. وقلنا قال لي السيد اللي في المحكمه الله يخلف عليه قال لينا ما تبقايش هنايا سيري الدري راه مريضه ديها لتما وراه غيجيو غيكملوا معاكم كلشي. فعلا جا رئيس الدائره هز قال لينا شدوا طاكسي لحقوا علينا الكوميساريه. فعلا حطيت لاكارت ديالي ضمنت الدري لاكارت ديالها هي. جات الرئيسه ديال الجمعيه رجعنا ثاني عاودت تصاوب التقرير في الجمعيه صوبت التقرير بانني انا تسلمت الدري صافي. سينات عليه هي يخرجنا شدينا الكار رجعنا لهنايا. المهم ملي دخلت عندها للسبيطار وصلت مع 11 الليل مشيت في السريع مكدبش مقديتش نتسنى صافي. وصلت عندها مع 11 الليل دخلت كنلقى الدري حويجه مسخين واحد الحاله الدفران يلاه حيدتهم لا قد هكا كانوا حق الله واحد الحاله ما تشوفيش فيها قلبي صافي. ما بقيت مصدومه كنقول لها اش غديري كتقول لي ها العار خرجيني حتقيني وخرجيني حتقيني تخليني شفت شي حاجه صافي ما بغيتش نبقى. ايا من الجمال ما كذبش عليك وحق الله شعرت لهنايا هتصور غنجبدهم لك باقين عندي اليومين هذا اللي كانت معايا انا في الدار في الاول باقين عندي كتبش لك تما بقى عطانيش قلت غنشوفها ونرجع. فاش شفت هاد الحالة قلت لها صافي غنخرجك. اش قلت ليك؟ ما نخليكش شحال نجلس معاك وغنديك؟ بقى معاك حتى شهر في الزنقة بقى في الزنقة ما غناكل ما نشرب وغنخرجك. وفعلا صراحة تعاونوا معايا خرجوها ليا. حسبي الله ونعم بغيت تضيع اختي بغيت الصحه تضيع. عندها وليد ايام الجمال حتى انا عندي وليد ما عرفتش الظروف باش غتليني. الا ما عندها حتى حد غنخليها حتى انا واخا انا دايره داكشي ماشي قانوني جبتها في يد الله. علاش واحد النهار انا ما بغيتش سيدي ربي تليني على شي واحد؟ عندها خوتها عندها عائلتها با فرنسا يعني راه حرام عليهم تقوا فيها وجه الله. شوف بنتك كي ولات انا كنقول لك من هنا شوف بنتك كي ولات حال ترى حرام عليك الام اللي كتقولي ما عندي الحم
ما عندي مالي، ما عندي حتى شي حاجه، واش عجبتك حتى الدريه؟ الا ما بغيتيش تكوني ما انا ما انا اختها انا نموت انا وياشتي، ولا يجيني هذا المرض ديال الصلح من ربي وشكرته به وما غنلوحاش. كاع الناس كيقولوا لي لا ما تخليهاش، راه الدراري غيمرضوا، ما غ... غ... اللي بغى يمرض يمرض، المهم تعالجي. هادشي اللي خديت انا في دماغي، اللي بغى يمرض يمرض، شي ولاو يمرضوا لي ولادي كاع بجوج يكون ولدي ولدها. صحيح ما كتبش عليك، شغل واحد الزنقه نخليها في الزنقه ونجي ندخل ونشد الدري، ما يمكنش ما يمكنش، ما غتعطينيش خاطري. لحوا عائلته ولو حتى انا، راه ما يمكنش، وما عمرني غلوحه، ولو ندير كرتونه في الزنقه ونطلب بها وما غلوحاش، والله ما غلوحه. تقوا فيها وجه الله، ها الوالدين تقوا فيها وجه الله، تقي فيها وجه الله. راكي ما راكي ولدتي وحملتي بها 19، انا امي كيما بغيت نكون امي ما مسامحاش فيا، بلعني امي ما مسامحاش فيا، ما تلوحش بنتك، جي غير تسامحي معاها، راه بنتك في حاله الموت. الله يرحم لك الوالدين، جي غير تسامحي مع بنتك، غير شوفي بنتك اليوم الدنيا وغدا الاخره، ما عرفتي مصيرك انت كي غيكون، لحتي هاد الدريه راه قدروا انت تلي على عباد الله. عطاوني التقرير اختي، ما قالوا لي والو، هضرت معايا اني الطبيبه وريتها التحاليل، قالت لي ما بقاش فيها اللي كيعادي، ولكن كتمسح الميساجات، كتبت لي وي ما بقاش فيها زعما ومسحاتها، يعني هذيك هي التحليلات جوج اللي درت لها، تاخذت الدم ديال السل صافي وجبتها لهنا. عندها الماء في القلب الكلاوي، خصها عمليه سميتو رجلين، ما كتزيدش، مشاو رجلين اللي ما هزيتها انا، ولا ما ديتها للطواليت انا، ولا ما مسحت لها انا، ولا ما درت لها كلشي انا، ما غدير حتى شي حاجه. انا والله كنطالب كنطالب الله يرحم الوالدين، غير عتقوها هي، ما بغيت انا والو، ديوها هي للسبيطار غير تعالج باش تعيش لولدها، ما بغيت حتى شي حاجه، هي تعالجي هي، ما بغيت حتى شي حاجه من الدنيا. الناس اللي كتطلب شي حاجه، انا كنطلب غير صحتها، غير صحتها فوق من كلشي والله. ما حتى واحد ما غيشدها ليا، ما نكذبش عليك، راه حتى واحد ما غيشدها، خصني اللي يعاونني، راه انا غير بوحدي، ما حيتي جوج دراري نقابلهم، ما حيتي لا هي ما حيتي الوالده، راك شتيها مريضه. يلا كي غندير، نقسم راسي كي غندير، وليت عاطيه وقتي كله ليها، راك شتي الدراري دايره لهم غير روسهم، كنوكلهم كنخليهم في بلاصتهم باش حتى هما ما يوصلهم لا مرض لا والو، وليت ساده عليهم في البيت. انا كنقول معليش، انا ولدي تحرمت منه ما كنبوسوش، والله ما كنبوسو ما تنقرب ليه، تنشوف حتى انا تندير التحليل ونشوف، هما واخا قالوا لي ما بقاش كيعادي، انا ما غنتيقش، خاصها تدخل ارجو المستشفى، ما خصهاش تبقى هنايا، الا بقات هنا راه غتموت، راه غتموت، راه غتموت، والدري غيضيع، وهي اصلا ضيعه من صغرها، وهي ضيعه بركه على الاغتصاب اللي داز عليها، بركه غير العذاب الزنقه اللي نعست فيها، الدري التشرد اللي تشرد، وجه لوجه الله شوفوا في هذا الانسان، لوجه الله كنطلبكم الله يرحم ليكم الوالدين، ما تعطيوها حتى شي حاجه، ديوها غير للسبيطار، باش ما تقولوش راني انا كنطلب بها ولا شي حاجه، انا بغيتكم نتوما غير تعتقوها، حيت اقسم بالله المسؤولين بغيتكم تعتقوها، حيت اقسم بالله وكان عندي الجهد غنديها للكلينيك، والله ما غنخليها. باش ما عملت هذيك تسمع لي كلشي، دقه الوالدين، دقه ديال السيد اللي ترد عليا، دقه ديال السيد اللي وعدني يتزوج بيا ونعيش حياه جديده وغنسى كاع العذاب ديال الوالدين، والعذاب ديال السيد اللي ترد عليا، والعذاب ديال العيش في الزنقه، موراها كنشوف السيد اللي كان واقف معايا في الاول وعدني بالزواج وحط لي ولدي في الحاله المدنيه، والنيت اللي جاتني اكبر دقه من عنده، لأنني لقيت معهم حدا أخرى، علاش في الآخر ولا معيرني أنني تيوت وليديك وما هزوكش باش نهزك أنايا، صافي من تما بديت بالأعصاب الأعصاب الأعصاب، صافي تا طحت تا بديت مرض مول مرض. مكنتيش عارفة عندك السم؟ لا، أنا مين جاني السل جاني ضربني الضربة التالتة الأخرى ديالي، المرحلة التالتة دابا ديال السل، مين جاني السل أنا جاني قوة الأعصاب، ومي بت في الزنقة، تاني تعذبت ما دوشت قليل، وبوحدي وكنكافح بوحدي وولدي معايا.
نور علاش ما مشيتيش عند الام ديالك؟ مشيت عند امي ما بغاتنيش، قالت لي ما بغاتش تصيفط ولدي للحبس، قالت لي ولدي ما بغاش يشوفك في الدار، ما بغاش يشوفك وجهتو نهائيا. راني فضلت ولدي عليا حتى انا قلت له ماشي مشكله ولدك حداك، ملي فضلت الراجل على المراه ماشي مشكله. الولاد كيغلطوا وكيسامحوا ليهم والديهم، الولاد كيديروا الزبايل الكحله وكيجمعوا والديهم ويوقفوا معاهم، يدخلوا في الحباسات ويوقفوا معاهم وكيديروا الويل الكحل والديهم معاهم. الا انايا قدرت شي حاجه اللي تغضبهم شويه من السهل، ما درت ليها والو. انا اللي سبابي في هذا الشيء كامل وفي الاغتصاب، اول حاجه سبابي في الاغتصاب هو خويا، وخويا دعيت والله حيت هو اللي خرجني للزنقه، وعام وانا واقفه بحال راجل ساترة راسي وحادية راسي واخا كنت نلبس وادي. والنهار اللي تعدى عليا اخويا ما قديت، ما عرفتش فين عطي الراس. النهار اللي قصد دارنا اي باش نشرح ليهم شنو وقع لي، ما بغاوش يدخلوني، ما عرفتش انا عائلتي ما فهمتهاش ولا ما فهمتها، ما عرفتش يعني يعني كتجي غير لديك المظلوم. اصلا مرني شفت عائله كدير لولادها بحال هكا، ودابا انا ما بقى فيا والو، بغا نعيش غير لولدي. انا كنموت، لا ما عرفتش كيفاش غنقولها. ولدي كنت قطع لي ما بغاش نخليه مورايا. عيطي بكا نور، عيط لبابا فراسه كلشي، عائلتي كامله فراسه، كل شي فراسه بانني مريضه وكنموت. ما كاينش فراسوش، ما كاين مسوقش، عارف تمزيق وما مسوقش، مبقتش عارفة شنو نقول عليهم. الله ياخذ الحق، ربي كبير، ربي كبير. هادي ها الدنيا، هادي راه ها الدنيا، بنادم راهش اللي كيديرو راه يدارلو، اللي كيديرو راه يدارلو. ما سمح حتى شي واحد، راني معشوف، راني دارني ولي ظالمني، راه ما مسامحالوش. حيت انا ماشي خايبة، يلا لي ما كنتو خايبيني نتوما في الدار، ولكن انا راه ماشي خايبه، والعالم عارفني انني انا ماشي خايبه. حق ربي كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. انت شتي اختي، ما شغل نقول لك، تسالت لي الهضره والله، تسالت لي الهضره. الا كانوا الوالدين بحال هكا، لي بنتك تكون شاده الفراش وما تحنيش فيها، علاش انتي ام؟ علاش سموك كلمه ام ملي نجي كيقولوا لك الناس بنتك مريضه شي شوفيها؟ كتقولي لهم انا ما عندي تا بنت، عشومه حمي بنتك ديها للطبيب وكفي معاها، باش كتسمي ام؟ تلوحي بنتك للزنقه وتقولي راها بنتي؟ لا 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 حشومه. سرتو في هاد الحاله، سرتو في هاد الحاله، الوالدين كيوقفوا، كيوقفوا رجال، سرتو في هاد الحاله، ما نكذبش عليك. الله يرحم لكم الوالدين، شي مسؤول يا وزير الصحه الله يسهل عليك، حسبها بنتك، حسبها اللي بغيتي، غاتقها. انا كناجدك من هذا المنبر، الله يرحم لك الوالدين، راه جوج وليدات غيضيعوا، وما بغيتش ولدها يضيع، بغيتها ترجع لصحتها، وانت واحد ما قبلها ليا، خص لي وقف معايا. مره وحده بوحده ما غتهش كلشي. الله يرحم لك الوالدين، لما جي اعتقها غير اعتقوها، غير ديوها للسبيطار، ما بغينا والو. كنديها ما كاينش اللي كيقبلها مني، كيشوفوا حالتها كيتخلعوا، اش كيتسناو فيها تموت؟ راه شومه والله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.